السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اللي كيشوفني اول مره ما تردش انك تشتركي وتفعلي الجرس باش هكا ديما توصلي بالجديد. ومرحبا بالناس القدام، مرحبا بالناس الجداد، مرحبا بكم كاملين. فيديو ديال اليوم من اكثر الفيديوهات اللي طلبات مني في الكومنتير هو افضل مانع للحمل. كيفاش انني شنو هو مانع الحمل؟ كلنا بدون استثناء كنطلبوا واحد المانع للحمل. الا كنتي غليظه وبغيتي الضعف كتقولي بغيت شي واحد اللي يضعفني، كنتي ضعيفه وبغيتي تغلطي كتقولي بغيت شي واحد اللي يغلطني، كتبغي اللي يصفي لك البشره ديالك، كتبغي اللي ما يعصبكش، كتبغي اللي من نهار تحيديه ما يديرلكش اعراض، كتبغي بزاف ديال الحوايج. ولكن اليوم ان شاء الله غادي تلقاو واحد الفيديو كامل متكامل في كاع الحوايج اللي كاينين في عقلكم. قبل ما نبداو الفيديو ديال اليوم، ضروري البنات ضروري 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 جوج الحوايج. اول حاجه، بغيت كلكم تدعيو مع اي وحده اللي كتعرفوها في عائلتكم ولا حتى اللي ما كتعرفوهاش واللي مازال ما رزقهاش ربي بالوليدات. يا ربي لا تحرم شي وحده من هذه النعمه، لانكم كما كتعرفوا المال والبنون زينه الحياه الدنيا. يا ربي لا تحرم شي وحده، يا ربي ترزق كل وحده وليدات، ولو غير واحد يعمر على دارها ويفرحها ويونسها وبزاف ديال الحوايج. والحاجه الثانيه اللي بغيت نقول لكم، عافاكم البنات عافاكم، ما تبقاوش شي وحده مثلا ما عطاهاش الله الدراري وتبقى عليها مازال ما ولدتيش والو، ما كاين والو هذا الشهر والو، ما حملتيش، كون غير ربيتي تعمري وقتك. كون عافاكم، ما تبقاوش تجرحوا، ما تبقاوش تقولوا ما عرفتوا الدراري والله الا ونسوني والله الا. واحد الانسان ما حاسش بواحد النعمه ولا ما عندوش ولا هو مرتاح، هو ما عارفش هو مرتاح هكاك، علاش نتي تبقى تقولي لي لا وكون ولدتي وكون هادي غتحسي بواحد الراحه وهاد. واحد الانسان ما ضايقش واحد الشوكولاته غنبقى نقول عرفتي راه حلو راه فن راه بنينه، ولكن راه ما غنعطيهالكش، ما نشهيش، ما خليه هو هكاك راه مرتاح، خليه هو هكاك راه ما عارفش. هذه بين قوسين عاد ندوزو الموضوع ديالنا. كما قلت لكم مانع الحمل غادي نطرق معاه بحكم انني تقريبا لما خفنا نقولو مجرباهم كاملين. اول حاجه كنبغي ننصح اي وحده، نبداو بعدا بالمتزوجات الجداد، اي وحده عاد مازال مجوجه جديده بغيتك اختي تجلسي للارض، نتعلموا لغه الحوار، جلسي للارض انت وراجلك وتناقشي انت وياه، شوفوا شحال عمركم، شوفوا المستوى المادي ديالكم، لان الماده كتلعب دور. وخليني انا عارفه وغتقولي في الكومنتير كل ولد كيجيب رزقه، اه كل ولد كيجيب رزقه، ولكن ما يمكنش انا عليا هكا الكريديات ودرت واحد العرس باش اني نبان قدام عائلتي وهادي 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 وراجلي عنده مشاكل وانا عندي مشاكل وما عرفت شنو، ونوض نبقى كل عام نولد. لا، نجلس للارض ونفكر ونجلسو نتناقشو انا وياه لحقاش حنا بغينا، نتناقشو شحال بغينا نولدو، واش بغينا نولدو هاد العام ولا مبغيناش نولدو، واش بغينا نجلسو نتمتعو بحياتنا. كل واحد ظروفي كتختلف على ظروفك، ما تبقاوش تولدوا غير لحقاش المجتمع ولا لحقاش العائله ديالنا بغاتنا نولدوا ولا باش ما نتسماش انا عاقره. حيت حنا بزاف ديال الناس ولينا كنتزوجوا باش ما نتسماوش عانسات وكنولدوا باش ما نتسماوش عاقرات، كنفكروا المجتمع قبل ما كنفكروا راسنا. شحال وحده كتكون ما مستعداش نفسيا انها تولد وكتولد غير باش تسمى والده، شحال وحده عندها طاشمة ديال البنات وكتبقى تولد 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 باش تولد الدري غير لحقاش المجتمع كيبغي الدري، ومشحال وحده ما عندهاش البنات وعندها الدراري طاشمة حتى هي ديال الدراري وكتبقى تولد غير لحقاش صحاباتها وجيرانها كيبقى يقول لها الله يعطيك شي بنيته، عرفتي البنات حنانات عرفتي. وهذا الموقف هذا كيوقع لي حتى انا بحكم انني عندي ثلاثه الدراري، كيبقى يقول لي لا خصك تجربي البنت، لا ما مجربتيش البنت راكي ما عارفه والو، لا خليني المجتمع، انا ما تزهمني الهضره ديال حتى شي واحد، وبيني وبينكم ما باغاش نولد. نجيكم الصراحة ما كنفكرش في الولادة نهائيا، بركة الله يجعل البركة. كما قلت لكم قبل ما ندوز يعني جلسي تناقشي في الموضوع شحال بغيتو ديال الدراري، واش بغيتو تولدو واش مبغيتوش تولدو، تما من خلال هذا النقاش هذا ديالك انت وراجلك كتقرروا شنو المدة اللي بغيتو تحبسوا فيها الولادة، ومن تما كتجيكم الفكرة ديال انكم شنو هو المانع ديال الحمل اللي بغيتو. مثلا الا كان شي سبب اللي ماشي مقنع تقدروا ديروا الحساب، تقدروا ديروا المهم كتلعبوا، ولكن الا كان شي سبب اللي هو شي حاجه اللي ما خصكش تولي، مثلا مريضه بشي مرض اولا ظروف ماديه صعيبه اولا راجلك غيسافر يمشي عام ولا عامين لبرا مثلا اولا شحال. على فكره بزاف ديال البنات طلبوا مني فيديو ديال كيفاش نتصرف اولا كيفاش نتعامل اولا كيفاش نتعايش مع الزوج اللي ما كيكونش عايش مع مراته، خصوصا بزاف ديال العيال جدار ما كيطلبوا مني هذا الموضوع، بزاف ديال العيال اللي كيكونوا على برا رجالتهم على برا. وبحكم انني تقريبا كنعيش نفس الظروف غادي ندير لكم هذا الفيديو هذا. المهم غادي نحاول نشوف كيفاش غادي كيفاش غندخلكم، ولكن غادي ندير هذا الفيديو ان شاء الله. المهم كما قلت لكم غنتناقشوا كثرت في الهضره مازال ما دخلتش في الموضوع. المهم بعد ما كنتناقشوا كنصح كل وحده البنات تمشي للطبيب ديالها. علاش تمشي ديري واحد الكونترول ما فيها باس، انت مازال عروسه ديري واحد الكونترول باش تعرفي ملي كتمشي للطبيب كيديك واحد الكونترول كيشوف الوالده ديالك واش مزيانه واش هذاك ما عندك شي مشكل. علاش حنا ما عندناش الثقافه ديال الطبيب؟ ملي كتمشي للطبيب
كيشوفك كيشوف الوزن ديالك، كيشوف الطول ديالك، كيشوف واش فيك شي امراض مثلا السكر طونسيون، كيشوف بزاف ديال الحوايج، كيشوف واش فيك لي فاريز، كيشوف واش ديجا كانت عندك شي جلطه ليستر، شوف كي مثلا كاين عيالات كيكميو، كاين بزاف ديال الحالات. من هنا كيقدر الطبيب انه يحدد شنو هو النوع ديال المانع ديال الحمل اللي تقدري تاخذي. غتقولي لي بزاف منكم مشى عند الطبيب وقال ليه جرب هذه ولكن ما صدقاتش، عادي جدا، ما كيعنيش ان الطبيب هو الوحيد اللي يقدر يعطيك، ولكن على الاقل كيقول لك شنو هي الوسيله اللي كتناسبك اكثر واكثر واكثر. ندوزو دابا لابيلول اللي هي معروفه بزاف بزاف، واللي هي اغلبيه ديال الناس كيستعملوها، واللي هي اكثر حاجه متداوله. الكينه شنو كدير البنات؟ الكينه ملي كتشربها كتعطي واحد الهرمون كيطلع لك للدم وكيدخل كيدوز في الدم وكيطلع لك للمخ وكيعطي بان مخصوش يفرز لي زرمون اللي كيساعدوا على الحمل، زائد انه بطانه ديال الرحم كترقق لينا مع المده باش كيعطي واحد الجو اللي ما كيوالمش ان الجنين يتربى تما، زائد ان عنق الرحم كيطلق واحد الماده الحيوان المنوي ما كتعجبوش. يعني بزاف منا كيبقى يتسائلوا، هادشي فيه موضوع طويل بزاف، يعني بزاف كيبقى يسولوا كيفاش ديك الكينه شنو هو الدور ديالها حتى ما كتخليش المراه انها تحمل. ولكن البنات خاصكم تعرفوا ان الكينه راه ما كتصلحش لكل شيء، يعني مثلا العيالات اللي عندهم لي فاريس كنصحكم انكم ما ديروش الكينه، لان كيبقاو لي فاريس، راه لي فاريس انا من الناس اللي كنعاني من الكينه، من لي فاريس، لانني كنت كندير الكينه، لي فاريس كيوليو يتزيروا لك بزاف، والناس اللي فيهم لي فاريس هما اللي غادي يحسوا بهادشي، كتحسي برجلك صافي مزيره عليك وغادي ترتقع لك وما قدرتش توقفي بها. يعني الناس اللي ولا اللي ديجا وقعت لها جلطه الله يستر ولا شي حاجه، كنصحكم انكم تبعدوا من الكينه نهائيا. وحتى اللي بالنسبه اللي مازال عروسه، لانك ما الطبيب اغلبيه الاطباء كيامنوا بهذه القضيه هذه، لان اللي عروسه وكيقول لك الكينه كتشد وهذه، من الاحسن انك انت مازال عروسه حاولي تتفادي الكينه. يعني هذا بما يخص الكينه، زائد ان الكينه نقول لكم انا واحد الحاجه، الكينه انا شربتها مده سنين وسنين وسنين، واحد الوقت بقيت كنبدل، وشربت واحد الكينه اللي هي ميكروديول، كنت كنشرب بعدا في الاول وحده ميرسيلون صراحه وافقتني، اديبال كنت كنشربها، عرفتو كنت كتشد ليا تفتح ليا الشهيه لدرجه انك كدرني المعده، ولكن كتفتح لك الشهيه لدرجه انك كتبغي تاكلي. المهم البنات هذيك ميكروديول بزاف ديال البنات وافقتهم، ولكن انا نهار اللي شربتها، زائد واحد الملاحظه بعدا، اي كينه ما تحسي بها واش وافقتك ولا ما وافقتكش شدوزي 3 شهور، يعني باش لي زرمون ديالها كيتوالموا مع لي زرمون ديالك، ما تشربيهاش غير النهار الاول والثاني، راه حاجه طبيعيه. كيما قلت لكم هاد الميكروديول جربتها، بديت كنشرب فيها، هو يخرجوا فيه بحال النميجات، راه عندي بحال ما تشبه لي لكم ولا لا، شوفوا بعدا واحد الحبه خرجت لي غير البار، هانتوما عندي واحد بحال نقيطات هنايا، عندي واحد ثلاثه بحال خالات هي اللي خرجتهم ليا، انا وجهي كان بحال فود بيبي، ما فيه حتى شي نبشه ولا حتى شي حاجه، صافي وانا نقطعها وما حملتهاش وما حتى شي حاجه، زائد انها كتعصبك كتخليك منيرفيا غادي تاكلي جنابك بلا حتى شي حاجه، هو اللي معصب راه معصب، ولكن كنت كتزيد لي الاعصاب، يعني شي حاجه اللي فوق الخيال. المهم انا واحد المده شربتها واحد المده وقطعتها، علاش؟ ديك بعد ديك القضيه ديال انها كتحسب لك شربتيها عامين وغتقطعيها وغتقص لك عامين، راه ما خداماش، راه درتها وما خداماش، زائد ان الناس اللي كيلعبوا بها راه ما خداماش. انا في الحماله ديالي الثالثه كنت كنلعب بها، كنشربها نهار نقطع نهار، لا سافر نقطعها سيمانه، يعني البنات داكشي راه ما خدامش، نجيكم غير الاخر ما تعولوش عليها، خاصك تشربيها يوميا باش صافي الدماغ ديالك يبقى يفرز واحد الماده باش صافي ما كتحمليش. ديك القضيه ديال لا كنشرب الكينه وحملت راه ما كايناش، لحقاش الا تبعتيها يوميا بالساعه، انا كنت كنعمر الساعه التليفون ديالي كل نهار كيصوني تما باش كتبقاي مواظبه عليه، الا بقيتي كتلعب بها راه كيبقى ينزلوك افرازات، كينزل لك شويه الدم، يعني بزاف ديال الحوايج. ندوزو دابا البنات اللولب، اللولب المشكل ديالو شنو هو؟ هو انه كاين بزاف الناس كيبقى يجيهم واحد النزيف، كاين انه مايمكنش تهزي الثقل، ما خاصكش تبقى تهزي الثقل نهائيا، يعني الا بقيتي كتخملي وداك التخمال والحداقه ديال العيالات المغربيات كيتحرك من بلاصتو وكتحملي، زائد انه كيبغي المراقبه، ضروري 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 من المراقبه، زائد ان كيقدر يدير لك التهابات، وفوق هادشي كامل ما خصوش 5 سنين. وبيني وبينكم اكثر حاجه حتى هو جربته، اكثر حاجه ما عجبتنيش فيه هو ان في الفتره ديال الحيض كتجيكم الغاكل بزاف اكثر من القياس، زائد ان لدرجه انني جاني فقر الدم، وزيد عليه شنو اللي ما عجبنيش فيه بزاف بزاف بزاف، هو انه دار لي الوسواس، خصوصا امتى كيوقع لك هذا المشكل ديال الوسواس، هو انك الا كنتي غير قابله انك تحملي، هادشي كان وقع ليا في الولاده ديالي، الولاده الثانيه، يعني ملي كتولدي جوج مرات، انا بالنسبه ليا كنت باغا جوج دراري بركه، وكنت كنقول ما يمكن لياش ما باغاش نولد،
وديك انا ولدي مازال صغير وانا درتو مور الولاده الثانيه يعني ما باغاش نولد ماشي وقت الولاده هذيك وداك الوسواس ديال انني كل شهر واش راه عندك كل حامله عندك هذه الوسواس ديالو قهرني. يعني انا بالنسبه ليا بالنسبه لاي مرأة كتهز الثقل عندها دري صغير كنت ساكنه في 4 ميطاج وكنطلع البوسيط وهابطه وطالعه وتماره وهذه راه ما يمكنش راه ما غاديش تقدري تعيشي معاه غادي يدير لك واحد الوسواس رهيب. مع ان تبارك الله كاينين الناس اللي دايرينو سنين وسنين كيديروه ويعاودو يجدوه ما وقع لهم حتى شي حاجه كيبقى هادشي نسبي كاين اللي توافق الكينه كاين اللي توافقها اللولب يعني كل واحد وشنو غير كيبقى كما قلت لكم انا اللي معجبنيش في اللولب هو ان لا راجل كتجي بزاف زائد ان الوسواس بزاف بزاف وليت انني ما قدرتش نهز حتى شي حاجه في داري يعني حتى ولدي الصغير اللي هزيتو طلعت به في الدروج وهبطو هذا كيبقى عندي داك الوسواس ديال ان واش عندك يكون تحرك عندك هادي عندك هادي كنقيل غادا للطبيب جايه يعني وحتى لدرجه ان واحد الوقيته ضربني الضهر يعني بحال السياتيك تحيدتو عاد لي تهنيت. كاين واحد الوسيله واحده اخرى اللي هي الحقن. حقن البنات شنو هو الدور ديالها كتجلس مده ديال 6 شهور تقريبا ولكن انا ملي سولت عليها الطبيب هذا شنو هو الجواب ديالها هو اصلا في الاصل هاد الحقن هذه منين جات دارت للناس اللي كيكونوا مثلا خارج المدينه وصعيب عليهم انهم يتوصلوا ديما بالكينه كيهبطوا للمدينه مثلا جوج مرات في العام كيديروها وكيتسنى غير هي عندها يعني شوفي حبه ديال الكينه كتشربيها وكتضرك في المعده وكتسخفك وما عرفت شنو فما بالك واحد لا دوز اللي غتقص لك 6 شهور اولا 3 شهور كتجي مجهده على الدات راك تلقايهم مساكن مفضيات اللون ديالهم باين بانهم واخدين شي حاجه اللي عرفتي شنو قال لي غادي تصدموا الا قلت لكم شنو قال لي قال لي هذيك الكينه هذيك الحقنه في الاصل من دات دارت العيالات والبنات مساكن الحمقات مع احتراماتي ولكن غير بغيت نشرح لكم شوفوا انا في هذه القناه غادي نتناقش معكم في اي حاجه فيها في الواقع انا ما كيعجبنيش داك الزواق وما كيعجبنيش نغطي الشمس بالغربال يعني نكون واقعيين بزاف ديال البنات وبزاف ديال العيالات كيكونوا هبيلات مساكن كيدوروا في الزناقي كل مره كتجي المالين دارها بالكرش كل مره المهم راكم عارفين هادشي راه ما يمكنش نغطيو كيضطروا انهم يديروا لهذيك البره باش لا قدر الله وشدوها شي وحوش بهذا المعنى ما كيوقعش الحمل مع انها راه صعيبه على الدات وكتجي مجهده وكدير كل مره نزيف بالنسبه للعيالات اللي كيفضوا انهم يديروا كل مره كدير نزيف كل مره يعني شي شويه كتجي شي شويه قصحه. كاين واحد لي كابسول هادوك صراحه هما الوحيدين اللي مازال ما شفتهمش ومازال ما جربتهمش ومازال ما سولتش عليهم الطبيب ولكن واحد السيده مرت خالي جات في الصيف اللي داز كدار هنايا كدار هكا كيغرزها لك الطبيب هنايا في لي كابسول هكا فيهم حتى هما دي زورمون وكتسدها هكا بالغراز واحد جوج غريزات ولا وصراحه كيقول لك بانهم كيتهناو غير انا مازال ما جربتش هاد القضيه هادي. المهم البنات كما قلت لكم انا التجربه ديالي في الكينه ما عجبتنيش كتعصب وكتخليك انك يكون خاصك تشربي شي حاجه. بالنسبه للولب درتو حتى هو ما عجبنيش دار لي فقر الدم ضرني دار لي الوسواس دار لي. بالنسبه للحقن ما جربتهمش وبالنسبه لهاد لي كابسول نقدر نجربهم ما عرفتش. كاين واحد النوع واحد اخر ديال لي زورمون ديال اللولب كيقولوا اللولب الهرموني وشي حاجه بحال هكا حتى هو مازال ما جربتوش نقدر نجربه ولكن انا حاليا اللي سولتوني على انا شنو كندير حتى حاجه يعني كيبقى انك تقدري تستعملي الحساب ولكن غير خاصك تعرفي الحساب مزيان 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 يعني على حساب الا كانت عندك الدوره منتظمه راه غادي يستقلك مزيان كانت عندك الدوره مخربقه راه ما غاديش يستقلك مزيان. وكما قلت لكم يعني ما عرفتش بغيت نهضر مزيان في الموضوع ولكن خفت نبلزها اختكم راجي بيا فما نقول. المهم كما قلت لكم اهم حاجه في هذه الطريقه اللي كندير انا هي ديال حتى حاجه زعما خاص يكون عندك يا بتعطيني الصباح خاص كيفاش نشرح لكم خاص يكون الزوج ديالك متفهم زائد انه خاص يكون واعي زائد انه خاص يكون فاهم باش يمشي معاك في الخط يعني راه كيكونوا كيفاش نقول يا ربي تعطيني الصبر يا ربي تعطيني العقل. المهم البنات يعني خاص يكون الزوج متفهم هذه القضيه وعارف وباغي راعي لك انك ما تشربيش الكينه وانك تحافظي على صحتك وهذه خصوصا ان يعني كتكون مده ديال الزواج راه تقريبا 14 عام زائد ان نجيكم صراحه فيا لي فاريس هكا في رجليا من التحت كيضروني مره زائد ان جربت اللولب ما وافقنيش كينه ما وافقتنيش وزائد ان ملي كيكون الزوج ما كاينش معاك دائما كتضطر انك ما كاين حتى شي دور انك تبقى تشربي ديك الكينه يوميا غير غتحرقي بشرتك وديري السرطانات وديري يعني اهم حاجه اللي ننصحكم الا حاجه اللي وافقتني انا اكيد ما توافقكش انت اكيد ما توافقش الاخرى ولكن مادام انك امراه متزوجه وعطاك الله الدراري وبغيتي تحبسي او بغيتي تنظمي
الناس ديالك ما عليك غير تجربي كل مره حاجه حتى تلقاي الحاجه اللي مناسبه. ولكن اللي ننصحك به هو انك مره مره ديري واحد البوز، حبسي كل شيء وديري الحساب ولا ديري العزل اولا ديري، يعني كاين الوسائل باش انك ترتاح لك الداس ديالك مره مره. كنتمنى انني تكونوا استفدتوا. الا بغيتوا نكملوا في هذه السلسله كنت باغي نهضر لكم حتى على الولاده القيصريه والولاده العاديه والتجربه ديالي معاهم وكيفاش انك تعرفي تختاري، وحتى الا المهم مادام انكم كيعجبكم المواضيع الاجتماعيه نهضروا من بعد حتى على كيفاش انك تجر ديال المرحله ديال النفاس وتنوضي بواحد الصحه قويه. التجربه ديالي في المره الاولى ماشي هي المره الثانيه ماشي هي المره الثالثه، كندير عقلنا كنكتسبوا بزاف ديال الحوايج كنستافدوا بزاف ديال الحوايج. زائد ان واحد السيده كتبت لي واحد الكومونتير وغادي ندير لكم عليه فيديو، هي ديال المشاكل اللي كتعاني منها المره في النفاس ديالها، هي كتكون مريضه وكتعاني من مشاكل مع عائله الراجل مع الضيافه مع هذا. هذا الموضوع هذا بغيت نطرق ليه وغادي نطرق ليه. كنتمنى انكم تخليو لي لايك ديالكم باش نعرف ان هذا الموضوع هذا عجبكم. شكرا لكم بزاف بزاف والله يخطيكم عليا. وزائد واحد الملاحظه ضروري نقولها لكم، الكينه الا غاليه ولا رخيصه هذا ما كتعنيش ان الرخيصه هي اللي زوينه والغاليه هي اللي زوينه، لا راه تقدر توافقك وتقدر ما توافقش. غير انت شربيها واحد المده ديال 3 شهور تقريبا لقيتي هذاك شي اعراض ماشي هذاك حيديها وبدلي حتى نهار طحي. راه كاينين الناس دايرين كينات اولا دايرين لولب اولا اللي وافقهم سنين وسنين ما كيديروا لهم حتى شي اعراض. ناري شوفي الهضره. يلا خليت لكم راحه، تهلاو فراسكم، ما تنساوش لي لايك. باي باي.